المعهد بتاعنا بيقدم خدمات للمجتمع في مجالات مختلفة. بنقدم طبعا الأساس المعهد معهد بحوث بيحتوي على عدة أقسام بحثية. هذه الأقسام البحثية تهتم بقطاعات مختلفة في الصناعات الغذائية زي قطاع الزيوت والدهون، قسم يمثله قسم الزيوت والدهون، قسم تكنولوجيا اللحوم والأسماك، قسم تكنولوجيا الألبان ومنتجاتها، قسم تكنولوجيا الحاصلات البستانية زي المربات والعصائر والصلصات. عندنا أقسام تانية مختلفة زي قسم الأغذية الخاصة والتغذية، وده بيتم بالأغذية وتغذية الإنسان في المراحل المختلفة والفئات الحساسة. طبعا كان هدفنا الاول التثقيف الغذائي، ان احنا نعلم الاطفال التثقيف الغذائي ازاي ياكلوا. الاكل اللي بياكلوه لازم يكون بيحتوي على جميع العناصر الغذائيه والاحتياجات الغذائيه اللي المفروض الطفل يحصل عليها طول اليوم، اللي هم الخمس عناصر: بروتين وكربوهيدرات وفيتامينات واملاح معدنيه ودهون. علمناهم ان هم يعملوا اكل صحي، وبعد ما بيعملوا الاكل ده وهم بيعدوه بيعرفوا كل عنصر من العناصر دي موجود في الاكل ولا لا، وبعد ما بيخلصوا الوجبه كلها بيقولوا اذا كان دوت ناقصوا حاجه معينه او دي وجبه غذائيه متكامله او لا. تجمع معانا عدد من الاطفال، بنقول لهم اهميه الاكل الصحي والوجبه الصحيه المغذيه المتوازنه، وخليناهم يشتغلوا بايديهم، وقلنا لهم الفرق ما بين الاكل اللي احنا هنعمله في البيت والاكل اللي هم بيشتروه من بره، وعرفناهم القيمه الغذائيه بتاعت كل وجبه. مش بس كده، انا عرفتهم كمان ان السعر الاقتصادي بتاعها ان انا بوفر منها كتير. مش بس كده، عرفناهم ان هي مخاطر الوجبات اللي هي بيشتروها من بره، اذا كان فيها لون صناعي، طعم صناعي، ماده حافظه صناعيه، فيها دهون كتيره قوي، فيها املاح كتيره قوي، وازاي نعملها بطريقه صحيه واقتصاديه وسهله جدا في البيت. النهارده اكتر حاجه كنا مركزين عليها ان احنا نهتم باكلنا وفطورنا وغدانا وعشانا، وفي الفطار عملنا كرات الطاقه، وهي مهمه جدا عشان فيها كل العناصر اللي احنا محتاجينها من العناصر الغذائيه. انا اتعلمت النهارده ان انا لازم اكل اكل صحي، وان المفروض ما اكلش اكل غير صحي. والاكل اللي عملناه النهارده برجر وحواوشي وبطاطس صحيه من غير ما نقليها. انا النهارده جيت عشان افهم عن التغذيه كويس، لان انا كنت بلعب رياضه بس مش فاهمه قوي عن التغذيه، فجيت النهارده واتعلمت حاجات كتير قوي، واتعلمت ان انت حتى لو كنت بتاخد وجبه بس ما كنتش بتاخد العناصر الغذائيه كامله، ولازم في كل وجبه تاخد عناصر غذائيه كامله، واللي انت كمان في طرق كتير ان انت تخلي الاكل حلو ويعجب الاطفال، والوان وطرق كتير، وانت كنت بتنجذب بس للشكل رغم ان انت ممكن تعمل الشكل ده في البيت وتوفر كمان في الاقتصاد، هيبقى هيفرق كتير.